الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى سنن الترمذي وكتاب الطهارة. إلى سنن الترمذي وكتاب الطهارة. قال: باب ما جاء في المسح على الخفين المسافر والمقيم. روى المصنف بسند صحيح عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر 3 أيام وللمقيم يوم وليلة. وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح، وهو عبد الله الجدلي اسمه عبد الله بن عبد ويقال عبد الرحمن بن عبد. قال أبو عيسى الترمذي: قال هذا حديث حسن صحيح. قال هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير. مسألة المسح على الخفين، قلنا أن المسح على الخفين سنة، والخلاف بين العلماء أيهما أفضل، المسح أم الغسل. وقد ورد في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأيضا في حديث حذيفة بن اليمان بأن النبي أتى سباطة قوم وأيضا مسح على الخفين، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين للمسافر للمقيم يوم وليلة والمسافر 3 أيام بليلهن. ولما اختلف الصحابة في ذلك ورجعوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أحالت على علي بن أبي طالب وقالت: كان كثير السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بأن النبي رخص للمسافر أن يمسح 3 أيام بلالهن. وحديث صفوان بن عسال أيضا ظاهر في ذلك: أمرنا لا ننزع خفافنا يعني إلا من جنابة 3 أيام بلالهن، يعني تمسح عليها 3 أيام بلالهن. والحق أن مسألة التوقيت في المسح اختلف فيها العلماء، فهناك من أنكرها وهناك من قال بها، وجماهير السلف والخلف يقولون بالتوقيت يوم وليلة للمقيم و3 أيام بلالهن للمسافر. لكن مالك لا يرى التوقيت، والليث أيضا أعتقد لا يرى التوقيت، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة وكلها إما باطلة وإما ضعيفة جدا وإما موضوعة. مسألة عدم التوقيت حديث أبي عمارة وغيره أحاديث كلها باطلة، أحاديث لم تصح. وأحاديث التوقيت صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت للمقيم أن يعني يمسح على خفي يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بليلين. مريم لما تأخرتي والدرس يعني كيف فعلتي؟ حسيني جزاك الله خيرا أحسن الله عليك. قول المصنف: هذا حديث حسن صحيح. والحديث أخرجه الشافعي وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والبيهقي. قال الحافظ في التلخيص وقال فيه: قال الترمذي عن البخاري حديث حسن وصححه الترمذي والخطابي. مدار ذلك على عاصم بن أبي النجود. عاصم بن أبي النجود فيه ضعف مع أنه صاحب قراءات، لكنه فيه ضعف في حفظه. عن زر بن حبيش وذكر ابن مندى أبو القاسم وأنه راه عن عاصم أكثر من 40 نفسا. وتابع عاصم علي عبد الوهاب بن بخت وابن أخته إسماعيل ابن أبي خالد وطلحة بن مصرف والمنهال بن عمرو ومحمد بن سوقة. في قوله: وفي الباب عن علي وأبي بكر وأبي هريرة. حديث علي أخرجه مسلم من طريق شراح بن هاني قال: سألت علي بن أبي طالب عن المسح على الخفين فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ليلهن للمسافر وأيام ليلة للمقيم. وأما حديث أبي بكر فأخرجه الأسلم في سننه وابن خزيمة والدارقطني. قال الخطبي: هو صحيح الإسناد كذا في المنطقة. والأحاديث صريحة في ذلك: أما حديث صفوان بن عسال أخرجه الترمذي، وأما حديث عوف بن مالك أخرجه أحمد البزار والطبراني في المعجم الأوسط، وأما حديث ابن عمر فأخرجه أيضا الطبراني في معجمه الوسط، وأما حديث جرير فأخرجه الطبراني في الأوسط. نعم. وحديث ابن أبي شيبة حديث أبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة وأيضا أخرجه البزار. وهذا هو قول علماء الصحابة وقول جماهير السلف والخلف على مسألة التوقيت خلافا لمالك، فقد قال بذلك الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: المقيم يمسح يوما وليلة، وأما المسافر فيمسح 3 أيام بلياليهن. والأحاديث كثيرة جدا 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 رضي الله عنك حبيبي، أحاديث كثيرة جدا على عن المسح. قلنا أكثر من 70 صحابيا يعني روى حديث المسح، والتوقيت
أكثر الصحابة على التوقيت يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بليلهن للمسافر. ردنا معك يا خالد أحبك الله احتنا فيه حفظكم ربي جميعا. وقد قال المصنف بحديث هناد قال حدثنا هناد حدثنا أبو الحواس عن عاصم بن نجود، وأنا قلت عاصم بن مهدلة عاصم بن نجود فيه شيء من الضعف ليس ضابطا نعم، لكن هو توبع. عن زيد بن حبيش عن صفوان بن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. هنا في قولي ولكن من غائط وبول ونوم العلماء استدلوا به على أن النوم ناقد بدلالة الاقتران، لأنه قارن بين النوم والبول والغائط بدلالة الاقتران، فقالوا شوف ولكن من غائط وبول ونوم، وغائط ينتقد بالوضوء والبول ينتقد بالوضوء أجلكم الله، والنوم يكون مقترنا بهم، إذن هو ناقض الوضوء أيضا. والحق بأن النوم ليس حدثا في ذاته، النوم ليس حدثا في ذاته ولكن هو حدث في غيره أو مظنة الحدث أو أنه مظنة الحدث. وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدري عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال ابن المديني قال أحمد سعيد قال شعبة لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدري حديث المسح. وقال زائدة عن منصور كنا في حجة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدري عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. وقال محمد بن اسماعيل احسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال المرادي. قال ابو عيسى وقول اكثر اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبعدهم في الفقهاء، وهذا الصحيح وهو التوقيت، وهو التوقيت. فالتوقيت جاء منصوصا عليه، التوقيت جاء منصوصا عليه يوم وليله للمسافر وثلاث ايام بليلهن يوم وليلة المقيم وثلاث أيام بليلهن للمسافر. طيب متى يعد؟ الشافعي والجمهور يرون أنه بعد الحدث، يعني إذا لبس الخف فإن أحدث يبدأ يعد اليوم والليلة وثلاث أيام بليلهن. والنووي رجح دليلا أن يكون بعد المسح، بعد المسح، لأن النبي رخص في المسح يوم وليلة وثلاث أيام بليلهن، فإن أطاطوا بالمسح هو الصحيح. يعني متى يبدأ يعد التوقيت يوم وليلة؟ عندما يمسح، بعد المسح، لأنه أناط بالمسح في الروايات بأسرها ذكرت المسح ما ذكرت اللبس، وأما الشافعي ما ذكرت الحدث. أما الشافعي قال إذا لبس الخف على الطهارة وأحدث يبدأ يعد، يبقى العد من الحدث، والصحيح أن العد من المسح، والصحيح أن العد من المسح. الفوائد المستنبطة: التوقيت توقيفي، التوقيت توقيفي، توقيت المسح توقيفي. السنة في الرخصة عدم التأبيد، السنة في الرخصة عدم التأبيد، لا يكون على طول الدوام. فعل النبي تشريع، فعل النبي تشريع. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.